السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم سلسلة من امتحانات الموحدة أو الاختبارات الموحدة المحلية على صعيد المؤسسة بالنسبة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، وبالضبط مادة النشاط العلمي. إذا كما قلت لكم هذا الاختبار هذا غادي يخص مادة النشاط العلمي. إذا الأنشطة عندي خمسة ديال لي زاكتيفيتي هنايا، أربعة ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية. نبداو بالنشاط رقم واحد، إذا أتمم بما يلي: احتراق، تسمم، اختناق. إذا هنايا عندي الأخطار، هنا غندير نوع الخطر، واش هو احتراق ولا تسمم ولا اختناق. اذا من طبيعه الحال غادي ندير لكم البارم ديال النقط وفي نفس الوقت الجواب. اذا الخطر الاول: وضع مجمر مشتعل به قطع من البلاستيك في غرفه مغلقه. اذا غنجيب واحد المجمر مشعول وغادي نديروا فيه قطع من البلاستيك، قطع ديال الميكا، صافي، في واحد الغرفه اللي هي مغلقه، واحد البيت اللي هو مغلق. اذا هنايا النوع ديال الخطر شنو هو؟ من طبيعه الحال غادي يكون التسمم، لانه غادي يكون عندنا رائحه كريهه ديال داك البلاستيك او احتراق البلاستيك. اذا هنايا تسمم، صافي، تسمم، والجواب هو تسمم، وغادي يكون عليه 0.5 النقطه، هي 0.5. بالنسبه للسلوك الثاني او الخطر الثاني: القاء الفحم في مكان به غاز البوتان. اذا الفحم ولا الفاخر كنحطوه في واحد البلاصه اللي فيها غاز البوتان، اذا اش غادي يوقع لنا؟ ممكن يوقع لنا احتراق، صافي. اذا احتراق وعليه 0.5 كذلك. بالنسبة للخطر الثالث: وضع المجمر مشتعل في غرفة مغلقة. عندنا واحد المجمر مثلا بغينا نسخنو البرد، مثلا فوق البرد نجيب واحد المجمر مشعول وندخلوه معنا للغرفة مثلا باش نسخنو. الغرض غادي يكون باش نسخنو، ولكن قدر يدير لنا اختناق، صافي، اختناق وعليه 0.5، وبالتالي هذا السؤال هذا عليه 1.5. 0.5 زائد 0.5 هي نقطة، زائد 0.5 هي نقطة ونصف. ندوزو للنشاط رقم 2. نشاط رقم 2 عليه 4 ديال النقط: حدد نوع التغير في كل حالة بكتابة تغير كيميائي أو تغير فيزيائي. إذا هنا عندي 4 ديال التغيرات، غادي نحدد التغير. إذا مثلا تسوس الأسنان غادي نكتب إما تغير كيميائي هنا أو لا تغير فيزيائي حسب الحالة. إذا تسوس الأسنان واش هو تغير كيميائي أو تغير فيزيائي؟ اولا تغير كيميائي كيتسمى كيميائي حيت هو غير انعكاسي، ياك يعني غير انعكاسي، وبالتالي لا يعود الى حالته الاصليه. بالنسبه للتغير الفيزيائي هو تغير انعكاسي، صافي، تغير انعكاسي يعود الى حالته الاصليه، وبالتالي اذا تسوس الاسنان اللي تسوست واش يمكن لها ترجع الى حالتها الطبيعيه؟ لا، وبالتالي هنا هو تغير كيميائي، صافي، كيميائي غير انعكاسي. مزيان. اذا هنايا عليه نقطه، صافي، كل تغير عليه نقطه. تجمد الحليب، الحليب الى تجمد يمكن له يرجع لسائل، وبالتالي هو تغير فيزيائي انعكاسي، صافي، وعليه نقطه. بالنسبة للتغير الثالث: ذوبان الملح في الماء. إذا الملح إلا ذابت في الماء واش يمكن لنا نرجعه على شكل حبيبات والماء عاوتاني نرجعه في كأس آخر؟ يمكن. إذا هو تغير فيزيائي، فيزيائي انعكاسي، صافي، وعليه كذلك نقطة. بالنسبة للتغير الرابع والأخير: إذا تعفن التفاح. إذا التفاح كيكون طازج وكيرجع متعفن واللون ديالو كيرجع بني، إذا هو تغير كيميائي غير انعكاسي، تغير كيميائي او غير انعكاسي عليه نقطة. وبهذا غادي نكونوا دينا 4 ديال النقط من هذا السؤال هذا اللي هو بسيط جدا. ندوزو الان الى النشاط رقم 3، انتبهوا معي. نشاط رقم 3 عليه 2 ديال النقط: اتمم النص باستعمال الكلمات الاتية: النخاع الشوكي، الاعصاب، المخ، والدماغ. اذا غنكملوا هذا النص هذا اللي عندنا هنايا باش بهذه الكلمات هذو. يتكون الجهاز العصبي للانسان من. اذا منين كيتكون الجهاز العصبي للانسان؟ حنا كنعرفوا بان الجهاز العصبي للانسان كيتكون من ثلاثه ديال المكونات الاساسيه، وهي الدماغ، نزيدوا عليها النخاع الشوكي، ثم الاعصاب، صافي. اذا ثلاثه ديال المكونات. بالنسبه للدماغ بدوره كيتكون من ثلاثه ديال الاجزاء،
عندنا المخ والمخيخ والبصلة السيسائية. إذن يتكون الجهاز العصبي للإنسان من الدماغ. من الدماغ، هذا الدماغ الذي يتكون بدوره. الدماغ هو بيده كيتكون من شي حوايج. إذن هذا الدماغ كيمشي، الذي يتكون بدوره من المخ. من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية، صافي؟ إذا مشينا الدماغ ومشينا المخ. كما يضم الجهاز العصبي، إذا كيضم الجهاز العصبي أيضا، كيضم النخاع الشوكي، النخاع الشوكي، كيضم لنا النخاع الشوكي وشبكة من تغطي جميع أجزاء الجسم. إذا وشبكة من ماذا؟ وشبكة من الأعصاب، صافي؟ وشبكة من الأعصاب، هادو هما المكونات ديال الجهاز العصبي. الجهاز العصبي كيتكون من دماغ، ما هو الدماغ زائد نخاع شوكي ياك زائد ماذا؟ زائد اعصاب. هذا الدماغ بيدو كيتكون من مخ، مخيخ ياك زائد بصله سيسائيه، صافي؟ زائد بصله سيسائيه. اذا هذو هما مكونات الجهاز العصبي. ندوزو لاكتيفيتي 5 اللي هو بالفرنسيه غولي باغ اون فليش، غادي نربطو بسهم. ترانسفورماسيون دو شاربون اون سندريس، دونك هنايا التحول ديال اش؟ ديال الفحم الى ماذا؟ الى رماد. داك الفحم كيتحولنا الى رماد، هذا واش هو تحول فيزيائي ولا تحول كيميائي؟ ترانسفورماسيون فيزيك او بيان ترانسفورماسيون شيميك. حنا بالنسبه لترانسفورماسيون فيزيك كتكون ريفيرسيبل، يعني انعكاسيه، وبالنسبه ترانسفورماسيون شيميك ايريفيرسيبل، استادير غير انعكاسيه، يعني ما يمكنش للرماد يرجع لنا الفحم، مفهوم؟ هذه من هنا لهنا سي امبوسيبل، ميمكنش للرماد يرجع النفح. وبالتالي هو تغير، مالو؟ تغير كيميائي، ترانسفورماسيون شيميك. دونك ترانسفورماسيون دو شاربون اون سندري سي اون ترانسفورماسيون شيميك، داكوغ؟ سي اون ترانسفورماسيون شيميك. دونك اون باس النشاط الاخير، هو النشاط الخامس، عليه نقطه ونصف. اذا عندي هنا مجموعه من العبارات، غادي نشوفوا واش صحيحه ولا خاطئه، اجب بصحيح او خطا. اذا كانت العباره صحيحه ساكتب هنا صحيح، اذا كانت عباره خاطئه ساكتب خطا. العباره الاولى: للهواء شكل خاص وحجم خاص. الهواء ما عنده لا شكل خاص ولا حجم خاص، اذا هنايا عباره خاطئه، خطا، صافي؟ اذا هنايا عباره خاطئه. هنا كل جواب عليه 0.25، كل جواب عليه 0.25 حتى كنحضيو نقطه ونصف. رمي الكره بالرجل هي تحركيه اراديه. دابا انا الا بغيت نضرب الكره بالرجل، ضربتها بالرجل يعني ضربتها بارادتي، ضربتها بارادتي، اذا هي تحركيه اراديه، اذا صحيح. صحيح، هنا 0.25. نعم، لمس إبريق ماء ساخن بالصدفة حركية إرادية. إذا هنايا جبت مثلا عندي واحد البريق ديال الأتاي مثلا، وقسته بالصدفة وحيدت يدي، إذا هي هذه حركة، هذه كتسمى حركة لا إرادية، ماشي بإرادتي، إذا هذه حركة لا إرادية، وبالتالي هنايا هذه العبارة هذه خاطئة، خطأ. إذن 0.25 كذلك. بالنسبة للعبارة الموالية: يتدخل الجهاز العصبي في مختلف وظائف الجسم. إذن بالنسبة للجسم ديال الإنسان، هذا الجهاز العصبي كيتدخل فيه. نعم، طبيعة الحال الجهاز العصبي كيتدخل في مجموعة من الوظائف ديال الجسم. علاش؟ حيتاش أصلا الأعصاب كاينة في جميع أنحاء الجسم. إحنا قلناها بأن في الجسم ديالنا كاين شبكة من الأعصاب كتغطي جميع أنحاء أو أجزاء الجسم، وبالتالي هذه عبارة صحيحة. إذن صحيح، وهنا 0.25 كذلك. العبارة الموالية: المخ لا يتدخل في التحركية اللا إرادية. إذن هنا هذه العبارة صحيحة، علاش؟ لانه الا كان المخ كيتدخل في التحركيه اللا اراديه، ما يمكنش انني مثلا ادي بيدي للتهلكه، مثلا انني حرق يدي. اذا تحركيه لا اراديه بحال مثلا لمس واحد الابريق بالصدفه، انا مثلا الا عرفته سخون بزاف علاش غادي نلمسه باش نحرق يدي؟ وبالتالي المخ لا يتدخل في التحركيه اللا اراديه، بل يتدخل في التحركيه الاراديه. اذا الا كنت درت واحد الحركه بارادتي، يعني المخ كيتدخل فيها، صافي؟ اذا هنايا عباره صحيح. بالنسبة للعبارة الأخيرة: تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيمن للجسم. هنا عبارة خاطئة، خطأ. علاش؟ أنا أقول لكم علاش. حيتاش إحنا في المخ ديالنا ولا في الدماغ ديالنا عندنا باحة حركية، باحة حركية. هاد الباحة الحركية اللي كتحكم في الحركة ديال الأطراف ديال الجسم، عندنا باحة حركية يمنى وباحة حركية يسرى. بالنسبة للباحة الحركية اليمنى كتحكم في النصف الأيسر ديال الجسم، وبالنسبة للباحة الحركية اليسرى كتحكم في الحركة ديال النصف الأيمن من الجسم. لا، هذا بعد هو الدماغ، صافي؟ هنا الباحة الحركية اليمنى، هذه اليمنى هذه اليسرى مثلا، صافي؟ هذه كتحكم في النصف هذا، وهذه كتحكم في النصف هذا،
يعني الباحة الحركية اليمنى كتحكم في النصف الأيسر، والباحة الحركية اليسرى كتحكم في النصف الأيمن من الجسم. إذا هنا عبارة خاطئة، صافي 0.25. وبالتالي هنا خص تكون تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيسر للجسم. إذا كانت هنا الأيسر فتكون عبارة صحيحة، كنا غنديروا هنا صحيح. وبالتالي هنا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. حظا موفقا للجميع، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. زيدوا دعموا قناة التربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.